بزاف وانا في لي لايف تاع القسره ولا في هنا على مواقع التواصل الاجتماعي حابه نفكر نبدل فكره المراه عدوه المراه. شغل انا كي نقرا مراه عدوه المراه صا نو شوفوا المجتمع الرجالي، شوفوا الرجال مع بعضهم يسون سودي، ما تلقاوش دي ديباسمون بين الرجال، فهمتوا؟ لكن مع النساء نقول لك سوق النساء مع النساء دائما تلقاو تعليقات سلبيه تجي من المراه، تحت يجي من المرأة، اخترت كاين امهات يحطموا اطفالهم وبناتهم، يعني التفريقة بيناتهم، يعني الطفل خوها تستعرف به وبنا، والطفلة دايما علي نيجليجي. تلقاو تاني الحماية باغ اكزومبل تاني مع الطفلة، وقتاش تجيبي دراري وقتاش ما تجيبيش، ولا تجيب غير البنات تقول علاش جبتي غير البنات، اللي تجيب الولاد علاش جبتي غير الولاد، اللي على الطلقة عليها مطلقة، اللي على شغل الاحكام هادوما كامل يجوا من المرأة الى المرأة، وهذا شيء مشي صحي ومشي نورمال، حاجه مشي نورمال، مشي نورمال انه مراه تحكم على مراه. إيه انتيا تجوج لي فام، انتي انسانه، انتي مراه وتقعدي تحكمي على النساء نهار كاع، وانتي تكريتيكي في النساء، اشتيها هذيك اشتيها هذيك، معناها انتي فيك خلل، انتي فيك خلل، لازم انتي لازم تتصالحي مع نفسك، ولازم تاسومي روحك، تاسومي روحك. عندكم شحال كاين من وحده ما تاسوميش روحها في الاخر، وشنو ماشي غير ما تاسوميش روحها، هي الساسوم با وتروح تسب وتعاير وتحكم على نساء اخريات عفوا. سورتو بودي جادجمنت، نشوفوه بزاف البودي جادجمنت، كانه انا كانه نشوف كي نشوفها كتعليقات هكا نقول تسمى هذه اللي تعلق باربي ولا بارفيت ولا ما عندهاش ما عندهاش دي غيد، ما عندهاش لا سيلوليت، هذه اللي تهدر، اللي راهي تنتقد في النساء وراهي تسب في النساء وتسب في هذه غير كيما جابت تروح تقولها كرشك خارجه، ولا هذه غير كيما راهي اونسان تروح تقولها درتي بوتوكسي وجهك، وهذه يعني قمه العداوه بين النساء. لحقت الذروه شهدناها سورتو في الكونفينمون، جو بونس كو زادوا الامراض العقليه والنفسيه عفوا. للاسف ما عنديش حل، جيت هدرت باش نفتحوا موضوع نشوفوا شنو الخلل فيه. اسكو كي عاد المراه تحس روحها ناقصه، تحب هي تاني تنشر هذا النقص للاخرين والاحساس بالنقص للاخرين، ولا لانها غير راضيه على شكلها تتنمر على نساء اخريات؟ يعني ما عنديش جواب، لانه بما اني هنا عندي بلاتفورم بلاتفورم كبيره وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف دو تو اي جو سوا دو تو اي نقرا دو تو اي نشوف الاختلاف اللي كاين والتناقض اللي كاين والنفاق اللي كاين وبزاف حاجات اللي الواحد مع الوقت يتعلم انه يتجنبها ويتجاهلها. واهم شيء اهم شيء اهم شيء كي قلت لكم ما عنديش حل، لكن كاين حل واحد اللي هو التجاهل، وانا طريقه التجاهل نستعملها بزاف ولي تبعوني على بالهم. شوفوا التجاهل يخليكم تافونسيو في حياتكم، علاش؟ لانه الانسان يسمع بزاف الناس ويسمع الانتقادات الناس ويمد يدي دائما براي الناس، كاين الناس مليحه كاين الناس مش مليحه، كاين نكون احنا نقولوا بالعاميه كاين دوني وكاين صح وهاي مهم، كاين المليح وكاين دوني فوالا. دونك كاين ناس بزاف نعرفها عندها مواهب جميله جدا وعندها حابه تدير اشياء جميله جدا، مشاريع وتنجح في حياتها، لكن عندها هذاك نقص الثقه في النفس اللي يخليها تسمع دائما للناس واللي ما تقدريش وما تلحقيش، وشكون انت باش تلحقي وشكون انت باش ديري واش داروا الاخرين، دونك تخلي هذاك الحلم داخلها وما تحققوش. انا الهضره تاعي هذه نهضر فيها سي بوكو بلوس لهاد الناس، هاد الناس اللي سمعوا للناس وقعدوا وين راهم وما حبوش يافونسيو، باسكو يقول لك دوك يقولوا هكا ودوك يقولوا هكا ودوك يحطموني ودوك يحفروا لي ودوك ودوك ودوك. تجاهل تجاهل يخليكم تافونسيو بزاف بزاف. فوالا جيسبر هاد المورنينغ توك يكون عجبكم، قولوا لي تحبون نهضروا في مواضيع. جو سي راني مقصره في حقكم، عليكم عندي دو فلوغ راه موجودين ومازال ما حطيتهمش في يوتيوب، عندي بزاف دي فيديو تاني تاع موجودين باش نحطهم في انستغرام، دي بوست اي تو ماني نحط والو على بالي.